اهلين وسهلين ومرحبتين. وهوني وبعيد على الزحمة اجيت على هوني منشان افرجيكم هاي المطعم، مطعم بدوين يعني البدوي. صحيح بيبعد عن مركز المدينة اشي 20 دقيقة بالسيارة، بس الشغل الحلو اللي عم بنعمل هون بصراحة هو اللي جابنا. ولك ليتس جو. Oh, good, thanks. Yeah, so you Malaysia? Yeah. Yeah. So how is the food? Oh, it's very good. Very good. Than most, yeah. What is the most you like? For today's dish, I really like the hummus. Yeah. Yeah. And how often you go to Arabic restaurant? Maybe once every 2 months. Usually you go here or? You go different Arabic restaurant. The last couple of times we've been here. Here. So this is a favorite stop now, yeah. So how is the food? The food is good. I like the rich taste in Middle Eastern cuisine. How often you go to Arabic restaurant? I visit about once or twice a month. Aha. مرتين بالشهر هذا مدمن على مطاعم عربية. So which food usually you like to order? I always like to take the lamb in this hot pot, yeah. Because the place is very rich. Hey, look, I sell the Yemenia. Aywa? Yes? Yes, and the bread. Very aromatic. Yeah, so hi, Zalama. عاشر لكل الأكلات العربية. We are very happy to be invited here by our friend. Thank you, thank you. The food is amazing. Thank you. We are having a great time. Yeah. What is the best you like? The bread. Bread is amazing. The hummus is amazing. The lamb is lovely. The hummus and the khubz. Yes. The bread. Tabbouleh, everything. With tabbouleh, يا عيني. الله الله. أنا اللي جابني شخصياً على هوني هو المأكولات التركية اللي ما عمري بشفتها إلا بالأفلام التركية ومقاطع الفيديو اللي منتشرة بالإنترنت. بس هلا الحمد لله الشيف أمجد العوساج ما شاء الله بيعمل مأكولات تركية بتسحر العين قبل الكرش. لك يا زلمة شو على أصابع مع هالراجل، الله يحرسها من العين. حتى إنه صار بيعمل برامج تلفزيونية خاصة بالطبخ، الطبخات العربية والتركية على قنوات التلفزيون الماليزية. وعشان طعمياته الحلوة ولك بيستاهل ياخذ له سيلفي عظمي معايا. ايه تعا 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 أمجد أفندي تعا خذ لك سيلفي عظمي. وين اللحم العظمي؟ ايه لكان يا ربي يا ربي شو هيدا؟ لك بحياتي والله ما جربتها هيك. لا هاي لحم عظمة. هلا بسم الله بسم الله. تفضلوا تفضلوا يا جماعة. عشان هيك التراك بيطلعوا حلوين. ها اكلهم مزبط وحلو يا ربي بسم الله. جايك حبيبي. شو بدك هيدا؟ It's hot, very hot. هلا مطعم بدوين دوامه من الساعة 12 الظهر لواحدة منتصف الليل. بعد المأكولات التركية تجهيزها باخذ وقت، عشان هيك لو بدكم يعني الساعة ساعة ونص قبلها يفضل تعمل التليفون. شوفكم على خير وبالعافية.
وللي حابب يجدد ويغير مطعم أكل غير عربي، عندنا هذا اليوم المطعم اللي اجتمعت عليه جميع الأمم، عجم وعرب، مقيمين وسياح، ماليزي صيني، ماليزي هندي، ماليزي ملايو، كله على نندوز، حتى أنا always على نندوز. نندوز متوفر في جميع المولات والمواقع الاستراتيجية، اسأل بس الاستعلامات ولا أي محل في المول، وليتس جو على نندوز. طبعا هذا المطعم أصوله أفريقية، بس الجميل في الموضوع إنه كل وجباتهم مرة لذيذة، وخدمتهم وطريقتهم حاجة تفتح النفس. طبعا في عندهم وجبات رئيسية مثل الدجاج، وفي كباب، وفي غيره، وفي الأطباق الجانبية. الأطباق الجانبية بتكون مثلا في السلطة، في الشوربة، في السلطة الرومي، الرز، وفي عندهم كمان البطاطس، البطاطس القديمة والبطاطس الجديدة، يعني هذه ايش يسموها البطاطس الجديدة، البوتيتو، ايوة بوتيتو ويجز. والاجمل والاهم في الموضوع الشنطة، الشنطة النندوزية حاجة. طبعا انا شخصيا افضل جارليك، شطة جارليك يعني شطة التوم، هذه طبعا اعطيها بس كده 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 كده، يا سلام. حتى من شهرة الشطة يا راجل صاروا يبيعوها بالسوبر ماركتات. عندي لكم سر صغير بس مهم، صحيح المشروبات الغازية مو صحية، لكن التعبية هنا ببلاش، عبي قد ما تقدر، 2-3-4 وانت طالع، انت وكرشتك، بس ها مو تعبي الزمزمية. ها يا ربي، ها يا ربي، ها يا ربي، احمدك واشكرك واشت الذي قلت لك، أحمدك وأشكرك وش الذي قلت لك، أحمدك وأشكرك وش الذي قلت لك، أحمدك وأشكرك وش الذي قلت لك، أحمدك وأشكرك.